السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معنا في المحاضرة. النهاردة هنكمل المنهج بتاعنا إن شاء الله. النهاردة عندنا محاضرة الكوريليشن، بلس كوريليشنال تكنيكس أو الميجرنج الأجريمنت. أجريمنت يعني إيه؟ التوافق. التوافق يعني هذا الرأي متفق مع هذا الرأي أو كده، أو تناسق أو كده. كوريليشن قلنا يعني ارتباط، تمام كده؟ طيب احنا خدنا في الكوريليشن قبل كده معناه ايه؟ معناه ترابط. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا اتنين فاريبلز مثلا، احنا عايزين نشوف هل في ترابط ما بينهم، هل لما واحد منهم بيزيد التاني بيزيد، هل لما واحد منهم بيقل التاني بيقل، هل لما واحد بيزيد التاني بيقل، يبقى كده ايه؟ عكس بعض. او لو هو ما فيش علاقة بينهم هما الاتنين، ما فيش اي علاقة بينهم. طيب احنا قلنا الكوريليشن يا اما بيكون فيه كوريليشن، لما في بوزيتيف كورليشن او نيجاتيف كورليشن. بوزيتيف كورليشن مش بوزيتيف، يعني ممكن يكون في كورليشن او نو كورليشن. نو كورليشن خلاص. لو في كورليشن، يا اما بوزيتيف يعني الاثنين ماشيين سوا، يا اما الاثنين بيزيدوا سوا، او الاثنين بيقلوا سوا خلاص. او نيجاتيف كورليشن، نيجاتيف كورليشن واحد منهم بيزيد الثاني بيقل. يعني مثلا ايه هنا مثلا تتوقع، مثلا هقول لك ايه العلاقه ما بين، هل في ترابط ما بين الوزن البادي ويت والفيزيكال اكتيفيتي الاكسرسايز، التدريبات او التمرينات اللي بيعملها الشخص؟ فمتوقع ايه من كده؟ ان احنا مثلا كل ما بيزيد الوزن كل ما قلت الفيزيكال اكتيفيتي، او كل ما قلت الفيزيكال اكتيفيتي ان الواحد على طول قاعد كل ما الوزن زاد. ماشي. خدنا كمان قبل كده ان مفيش حاجه اسمها، مفيش اي علاقه بين الكوريليشن والكوزيشن. كوزيشن هي الايه؟ السببيه. قلنا ان احنا لو في كورليشن بوزيتيف ما بين اثنين فاريبلز، معناها ان واحد فيهم سبب التاني. زي المثال اللي لسه قايله لحضرتك عليه، ان احنا في علاقه ما بين الويت والايه والفيزيكال اكتيفيتي اللي هي الايه الاكسرسايز او الفيزيكال اكتيفيتي. خلاص، دي علاقه ايه؟ عكسيه ما بين الاثنين. كل ما زاد الويت، لقينا كل ما زاد الويت كل ما قلت الفيزيكال اكتيفيتي، او كل ما قلت الفيزيكال اكتيفيتي كل ما زاد الويت. هل معنى ده ان في واحد فيهم سبب للتاني؟ لا، ممكن يبقى الفيزيكال اكتيفيتي قليله، الواحد قاعد مش بيتحرك كتير علشان كده الويت بتاعه زاد. ممكن يكون عشان هو وزنه زياده شويه، فده عائق بالنسبه له ان هو يتحرك، عامل له الم في الركب مثلا، او ان هو حركته تقيله مش عارف يتحرك، فالويت الزياده الويت الزايد هو اللي مخلي الفيزيكال اكتيفيتي عنده قليله. وممكن الاثنين اصلا مش مسببين بعض ولا ملهمش اي علاقه، يعني هما الاثنين مش سبب لبعض خالص. ممكن يكون في سبب تاني مسبب الاثنين. واحد مثلا عنده عربيه بيركب عربيته على طول، ما بيمشيش، ما بيعملش اي رياضه، هو نظام حياته اللي احنا بنسميه ايه؟ سيدنتري لايف ستايل. يبقى احنا هنا الكوريليشن ملوش علاقه بالسببيه خالص، تمام؟ طيب فاكرين بقى احنا الجدول بتاعنا، احنا قلنا ان احنا في جدول معانا هيمشي معانا لغايه ايه؟ اخر الترم، تمام؟ هنعمل شير للجدول دلوقتي بتاعنا، نشوف احنا وصلنا فيه لغاية فين. خلاص، طيب احنا الجدول بتاعنا قلنا كل مرة هنكبر منه حتة شوية، تمام؟ الجدول بتاعنا هو كان فيه ايه؟ الأول احنا عندنا هنسأل نفسنا 5 أسئلة. خلاص، أول سؤال هنسأل نفسنا، هل احنا بنقارن ما بين اتنين فاريبلز ولا بين أكتر من اتنين فاريبلز؟ دلوقتي احنا ماشيين دلوقتي فيه ان احنا المقارنه بين اتنين فاريبلز، خلاص؟ ده السؤال الاول. هل احنا الاتنين فاريبلز دول بنشوف فيهم ديفرنس ولا كوريليشن؟ هل احنا بنشوف ديفرنس ولا بنشوف كوريليشن؟ طيب يبقى احنا عندنا هنا بنشوف هنا في ديفرنس بالاتنين فاريبل ولا بنشوف كوريليشن؟ خلاص؟ طيب لو هو ديفرنس، ماشي، يبقى احنا السؤال الثاني عندنا ايه؟ ديفرنس او كوريليشن. طيب اذا هو ديفرنس، طيب احنا بنشوف لو هو ديفرنس بنشوف لو هما الجروب دي اندبندنت ولا هي جروبس دي ديبندنت. خلاص، اندبندنت يعني ايه؟ قلنا كل واحد في الجروب مستقل بذاته، يعني كل واحد اتسجل مره واحده في الاستادي بتاعتنا وما فيش واحد بيأثر على نتيجة غيره. ولا هي ديبندنت أو بيرد، يعني إحنا مسجلين الشخص الواحد كذا مرة، إحنا بنعيد عشان إيه؟ نفهم كل مرة. إحنا مسجلين الشخص الواحد كذا مرة في الدراسة بتاعتنا، يعني هنقيسه قبل العلاج وبعد العلاج، نفس الشخص، يعني هو جروب واحد فقط، لكننا بنقيسه إيه؟ قبل العلاج مثلا وبعد العلاج. بنقيس مثلا الوزن قبل ما نديله دايت، بنقيس الوزن بعدين.
يبقى دي اسمها بيرد. بيرد يعني كل شخص بيسجل نفس الشخص كذا مرة في الدراسة بتاعتنا، خلاص تمام. طيب لو هي ديفرنس، احنا هنراجع بس اللي خدناه من اول الانفرنشال ستاتستكس. لو هي ديفرنس هنشوف هي نورمالي ديستريبيوتد. نورمالي ديستريبيوتد معناها ايه؟ بارامتريك تيست، قلنا اي حاجه نورمالي ديستريبيوتد توزيع الطبيعي يبقى هتاخد بارامتريك تيست، ولا هي نوت نورمال ديستريبيوتد؟ وزودنا المحاضره اللي فاتت الكاتيجوريكال، ولا هي كاتيجوريكال؟ خلاص لو هي نورمال ديستريبيوتد هنشوف اثنين ولا اكتر من اثنين. لو هي اثنين يبقى التي تيست، لو اكتر من اثنين يبقى وان واي انوفا، بنرمز لها بالرمز اف اللي هي الايه الاومني بس اف ريشيو. لو هي مش نورمال ديستريبيوتد هنشوفها برضو اثنين ولا اكتر من اثنين. لو هي مش نورمال ديستريبيوتد واثنين يبقى مان ويتني تيست، المان ويتني ده نون بارامتريك تيست. ولو هي اكتر من اثنين يبقى الكروسكال واليس اتش تيست دوت ايه برضو نون بارامتريك تيست. لو هي كاتيجوريكال بقى، كاتيجوريكال يعني ايه؟ يعني حاجه نومينال، يعني ايه؟ يعني تصنيفات، يعني احنا هنشوف مثلا ايه هل في اسوشيشن بتوين السكس مثلا والسموكينج، كلها حاجات ايه مش ارقام. يعني السكس اللي هو يبقى ميل او فيميل، سموكينج يبقى سموكر نون سموكر كده. فدي كاتيجوريكال ايه ما فيهاش ارقام، يبقى دي هنعمل فيها الكاي سكوير تيست او الفيشرز اكزاكت تيست. قلنا بناخد امتى؟ الفيشرز اكزاكت تيست لو في القيم اللي عندنا في التيبل بتاعتنا لو اقل من 5 في اكتر من 20% من التيبلز بناخد الفيشرز اكزاكت تيست، اللي هو التيبل ده 2 في 2 تمام. ولو هي 2 او اكتر من 2 بتستعمل الكاي سكوير تيست. خلاص طيب ده لو الداتا بتاعتنا اندبندنت. لو الداتا بتاعتنا بيرد هنشوفها لو هي نورمال ديستريبيوتد ولا نوت نورمال ديستريبيوتد. لو هي نورمال ديستريبيوتد واثنين هنعمل البيرد تي تيست، لو هي اكتر من اثنين يبقى الريبيتد ميجرز انوفا. يبقى دول بارامتريك تيست خلاص، لان هما الاثنين دول بيستعملوا في النورمال ديستريبيوتد ايه داتا. لو هي مش نورمال ديستريبيوتد لو هما اثنين يبقى الويلكوكسون اللي هو بنرمز له بالرمز تي لو احنا عاملينه بايدينا، ولو الرمز زاد لو هو بالاس بي اس اس بروجرام على الكمبيوتر. ولو هي اكتر من اثنين جروبس يبقى الفريدمان تيست. خلاص الفريدمان تيست اللي هي لو اكتر من ايه من اثنين بنقارن بينهم. طيب يبقى احنا عندنا هنا لو احنا لو قلت لك مثلا مين هم، قول لي هي ايه هي البارامتريك تيست اللي احنا ممكن نستعملها. يبقى البارامتريك تيست كلهم التي تيست ويقابلوا البيرد تي تيست لو هي الداتا بيرد ماشي، ده في الديفرنس بتوين تو جروبس ماشي. وعندنا الاكتر لو هي اكتر من تو بارامتريك تيست يبقى ايه وان واي انوفا ماشي، لو هي اندبندنت ولو هي ديبندنت او بيرد يبقى الريبيتد ميجرز انوفا. يبقى دول البارامتريك تيست اللي احنا نعرفهم 4 خلاص. النون بارامتريك تيست اللي احنا نعرفها مين؟ اللي هم المان ويتني تيست فور تو جروبس اور كونديشنز، الكروس كالواليس اتش تيست فور اكتر من اثنين 3 اور مور جروبس اور كونديشنز. دول نون بارامتريك تيست في الداتا لما تكون نورمالي ديستريبيوتد خلاص. نون بارامتريك تيست مين تاني؟ اللي هو الويلكوكسون ساين رانك تيست في الداتا لما تكون بيرد و2 جروبس، لو هي بيرد و3 جروبس يبقى الفريدمان تيست خلاص. طيب دلوقتي احنا هنبدا النهارده المحاضره بتاعتنا اللي هي الكوريليشن، قلنا ديفرنس او كوريليشن خلاص. لو هي كوريليشن سواء هي اندبندنت او هي بيرد هنشوف اذا كانت هي نورمالي ديستريبيوتد ولا مش نورمال ديستريبيوتد. السؤال بتاعنا لو هي نورمال ديستريبيوتد هنستعمل بيرسونز كوريليشن بنرمز له بالرمز ار سمول، ولو هي نوت نورمال ديستريبيوتد هنستعمل سبيرمانز كوريليشن بنرمز بالرمز ايه اللي هي الرو، رمز الرو كده خلاص. ده الايه المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله. لو هي كوريليشن لو هي ايه مش هنشوف هي اندبندنت او بيرد، هي في كل الحالات هنستعمل، هنشوف لو هي نورمالي ديستريبيوتد هنستعمل بيرسون كوريليشن، لو هي نوت نورمال ديستريبيوتد هستعمل مين؟ السبيرمانز ايه كوريليشن خلاص. نرجع بقى للمحاضره بتاعتنا. طيب الكوريليشنال تكنيكس في المحاضرة النهاردة احنا عايزين نعرف ايه؟ هنشوف يعني ايه كوريليشن اناليسيس، معناها ايه كلمة باي فاريت. باي فاريت احنا قلناها كتير قبل كده، وقلنا ان باي فاريت دي معناها ان هي التو فاريبلز، ان احنا الستات بتاعتنا بتقارن ما بين تو فاريبلز خلاص. ف
هنشوف يعني ايه سكاتر بلوتس. سكاتر بلوتس خدنا فكره عنها قبل كده برضو، ان احنا قلنا اللي هي الكوريليشن بنعمل له البرزنتيشن في الرسم بتاعنا بسكاتر بلوت او سكاتر جرام او سكاتر دايجرام. خلاص هنشوف الديفرنت تايبس اوف اسوشيشن. ماشي، هنبص على السكاتر بلوت هنفهم من الرسمه نفسها هل هو بوزيتيف كوريليشن ولا هو نيجاتيف كوريليشن ولا مفيش ريليشن اصلا. تمام، طيب هنشوف الاستاتستيكال تيستس اللي احنا هنعملها عشان نشوف الكوريليشن اناليسيس ايه اللي بنستخدمها، وهنفرق ما بين البيرسون كوريليشن كوفيشنت والسبيدمانز كوريليشن كوفيشنت. خلاص انا قلت لك دلوقتي من الجدول ان البيرسون بيستعمل في الداتا النورمال ديستريبيوتد، والسبيدمانز بيستعمل في الداتا لما تكون مش نورمال ديستريبيوتد. خلاص، وهنفسر النتائج بتاعه الكوريليشن اناليسيس اللي احنا هنعمله، وهنشوف يعني ايه بارشال كوريليشن. بارشال كوريليشن يعني ايه ترابط جزئي. خلاص، واكسبلين اذر يوزز اوف كوريليشن تيست. في الكوريليشن تيست دي مش بتستعمل في ايه، في ايه، في حاجات تانية هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي. خلاص تمام، انتروداكشن تو كوريليشن اناليسيس. هنقول مقدمة الاول عن الايه الترابط. كوريليشن اناليسيس بيستعملوا كتير جدا 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 في الايه، في العلوم الطبية، في الهيلث ساينس. ماشي، الكوريليشنال تكنيكس دي بتبص لايه، بتبص للترابط، العلاقه او الترابط بين الفاريبلز. خلاص، كوريليشن قلنا يعني ترابط بين اتنين فاريبلز. ماشي، مش بتبص على الديفرنس بالمين، الديفرنس بتوين ذا مينز خدناه قبل كده خلاص، اللي هو في التي تيست والحاجات اللي احنا خدناها في الاول دي. ماشي، في البارامتريك تيست كلها بتبص على الديفرنس بتوين ذا مينز، لكن احنا هنا مش بنشوف ديفرنس بتوين المين ده والمين ده، بنشوف هل لما فاريبل منهم بيتغير التاني بيتغير ازاي، هل ليهم علاقة ببعض ولا ما لهمش علاقة ببعض. ماشي، هل لما واحد بيزيد هل التاني بيزيد ولا بيقل كده. خلاص، يعني احنا في الحالة دي مش ما عندناش حاجة اسمها ديبندنت ولا اندبندنت فاريبل. فاكرين الديبندنت والاندبندنت معناها ان ايه، تابع، اللي هو متغير مستقل ومتغير تابع. متغير مستقل يعني اندبندنت، اللي هو بيأثر على متغير آخر اللي هو اسمه المتغير التابع أو الديبندنت فاريبل. في الحالة دي إحنا مش عندنا كده، إحنا عندنا اتنين فاريبلز عشان بنشوف إيه علاقة ده بده، فما عندناش حاجة بتأثر على التانية. تمام، يعني فور إكزامبل إحنا عايزين دلوقتي هناخد عينة من الناس. ماشي، هنسألهم إن هم يعبوا لنا استبيان له علاقة بالستريس، التوتر والقلق وكده، او الضغوط الحياه او كده، والهابينس والسعاده. خلاص، تتوقع هنلاقي ايه؟ كل ما زادت التوتر او القلق او ضغوط الحياه كل ما قلت السعاده. ماشي، او كل ما زادت سعاده البني ادم ده ان هو عايش حياه مثلا غني معاه فلوس حياته سهله او كده، كل ما قل الاستريس عنده. خلاص، عشان كده بقول لك ان مفيش علاقه بين الكوزيشن والكوريليشن. تمام، يعني ممكن يكون الاستريس لو هو موجود هيخلي الهابينس قليله، او ممكن يكون الهابينس هي السبب ان مفيش ستريس، ان هو سعيد اصلا في حياته فعنده الضغوط قليله او الاستريس قليل. تمام، هندي للناس استبيان عشان نشوف ايه العلاقه بين الاثنين. خلاص، هنشوف هل الاستريس والهابينس ليهم علاقه ببعض، هل هم كورليتد مع بعض ولا لا. خلاص، لو لقينا ان هم اسوشيتد مع بعض، هايلي اسوشيتد يعني فيهم علاقه ترابط قويه الاثنين مع بعض، يعني الناس اللي هي اكثر سعاده اقل ستريس، اقل ستريس. ماشي، والناس اللي هي مش سعيده قوي في حياتها هتلاقي عندها ستريس اكتر. تمام، احنا ما نقدرش نقول دلوقتي مين سبب مين، صح؟ احنا قلنا زي ما قلت لك ايه، ما نقدرش تقول ان اللو ستريس اللي هو ضغوط الحياه القليله هي اللي خلت الناس سعيده، او ان الناس سعيده اصلا عشان هي حياتها سهلة ورغدة، أو إن هي مثلا حياتها مرفهة أو كده فخلتهم أقل في الاسترس. ما نقدرش نقول مين سبب مين، عشان كده بقول لك الكوريليشن ليس له علاقة بالبوزيشن.